أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم. يأتي ذلك حرصا من القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري.